أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الثالثة من 9 إلى 16 أفريل انطلقت ليلة أمس أيام قرطاج الموسيقية في دورتها الثالثة بقصر المؤتمرات بالعاصمة بعرض لعازف البيانو الفنان محمد علي كمون بمشروعه عطور. عنا أسبوع كامل من النشاط الموسيقي، من الورشات، من الندوات العلمية، كذلك أثناء أيام قرطاج الموسيقية يشمل فما ثلاث رسائل أساسية نعتبرها، خاصة وأنه كل تظاهرات وزارة الثقافة اللي معناتها تشرف عليهم وزارة الثقافة فما شيء أساسي أنه يكون فما نشاط للتظاهرة في الجهات. هذه مسألة بالنسبة لنا أكيدة وضروري. اللي بديتها مننا حتى من مهرجان قرطاج. عنا عامين، ولكن جيد إنه المهرجانات الكل تنسج على هالمنوال، لأنه في الجهات هناك كثير من الطاقات ويحسوا روحهم بعاد على العاصمة وقت اللي التظاهرة تكون في العاصمة. هذه لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، رأيهم يهمنا ويهم بصفة خاصة المتسابقين في الدورة الثالثة من أيام قرطاج الموسيقية، موفقين في التحكيم ومنصفين أكيد. اليوم ترسخت كتظاهرة كبيرة كيف أيام قرطاج المسرحية وأيام قرطاج السينمائية، لكن أنا ديما نقول أنه مفروض أيام قرطاج الموسيقية تكون أكبر برشا وتاخو حظ أكبر، لأنه الموسيقى حاضرة في حياتنا اليومية وفي عاداتنا في تقاليدنا في موروثنا، سواء المادي أو اللامادي، عدد الفنانين عدد المطربين في تونس، تاريخنا، الأنواع الموسيقية الموجودة، يعني فما ثراء موسيقي كبير ياسر، فما إنتاج كبير ياسر، فما أصوات ولا أروع ونشوفهم كي يطلعوا للشرق معناها ديما يحقوا المراتب الأولى والنجاحات الكبيرة. الأيام القرطاج الموسيقية ذي دورة يظهر لي ثالثة قاعدة تتقدم، البروجي اللي قاعدين يتقدموا من ناحية الكم والكيف قاعدين يتطوروا برشا، وذي حاجة تفرح برشا. حضوري كأي فنان تونسي وكأي واحد ناشط في المجال الثقافي معناها يفرحني. الأف الكبيرة اللي نقصيوا فيها تو العالم العربي قصي فيها اللي هو الإرهاب، ما نقصيوه وما نغلبوه إلا بالثقافة. دورة هذه ربما أنا نرى أنها عرس ثقافي، عرس فيه شيء مثل تونس في محفل كبير كما هكا معناتها دول جيتنا من برا، بلدان العربية أفريقية، فما علينا كل شرف كما هي تونس مزينة، خليوها مزينة وخليوها محلاها فيوحة هكا وريحتها بنينة. نحبوا اليوم ولا غدوة ولا في الأيامات هذه اللي جاية نأكدوا أن تونس بلاد ثقافة، بلاد تزخر بالطاقات وبالملحنين والشعراء. نساء بلادي حضرنا الجنازة،
أنا متفائلة متفائلة اللي فما مشاريع جديدة، اللي دورة متواصلة ديجا، اللي المهرجان متواصل، خاطر توا في تونس ولات المشاريع الثقافية ديما فيها مشاكل مالوريزمون، دونك كيف أي مشروع يتواصل معناها حاجة ديما تفرح. نستنى بالنسبة لي رأيي يتقال بعد ما تصير التظاهرة، فهمت؟ توا بالنسبة لي نحب نتفرج، نحب نشوف المشاريع اللي مطروحة جديدة السنة، الفنانين الشباب اللي مقدمين مشاريع متأكدة اللي هي محلاها فيها فاس جديد. في الصحراء للبحر حمام، في الصحراء للبحر حمام، في القصبة تنصبت الخيام، تغني العصافر ما تنام، اخي ترشو ما سمعوش، وهالطير اللي كان يفيش هم قالوا في الصحراء مطيش، هالطير اللي كان مفيش هم قالوا في الصحراء مطيش، ناس من ريشاته تريش من ناعق ولا بكوش. كلمات الشعر لحبيب البجاوي. ايام قرطاج الموسيقيه في دورتها الثالثه تاتي تحت عنوان الابداع والتميز من خلال مشاريع موسيقيه تونسيه عربية وإفريقية ومن العالم أجمع، والتي ستكتشفونها تباعاً خلال هذه الأيام إلى غاية موعد الاختتام يوم 16 أفريل. العرض جمع بين لوحات موسيقية امتزجت فيها الموسيقى التقليدية بالموسيقى العصرية. استمرارية التصور الذي وضعناه منذ السنة الماضية والذي يجسد انفتاحنا على العالمين العربي والإفريقي والمتوسط من خلال المسابقة الرسمية لمشاريع العروض الإبداعية الجديدة من خلال صالون صناعات الموسيقية، وكذلك بالنسبة لهذه الدورة برمجت عروض موسيقية في 11 ولاية داخل الجمهورية تكريساً لمبدأ اللامركزية الثقافية في مشروع أسميناه جي أم سي من أجل الحياة. تتمتعون في هذه الدورة الجديدة من أيام قرطاج الموسيقية بأربعين عرض متنوع وخمسين عارض في صالون الصناعات الموسيقية، وأكثر من 500 مشارك من فنانين ومبدعين ومختصين في مجال الترويج الموسيقي. نجدد شكرنا العميق لحضوركم، ونتمنى لكم مهرجانا رائقا ومتميزا. مرحبا بكم جميعا في الدورة الثالثة من أيام قرطاج الموسيقية. يقول الشاعر: بموسيقاي بالوتر الصدوح رسمت جداولي بين السفوح، لأني تونسي دون حزن، كمان الحب يهزج ملء روحي. أغني أغني كي أكون بلا قيود، وأضرب موعدا خلف الجروح، ولو سمع الزمان صدى غنائي لباح وقال للأوتار بوحي. نحتفي بالموسيقى التونسية ثراء
وانفتاحاً، أصالةً وحداثةً، تراثاً وتجريباً نحتفي بها في أيام أردناها مفتوحة على الحلم، منتشرة في الجهات، مرسومة في وجدان التونسيين، من كفاح بن زرت إلى سمود بن قردان، سعياً إلى ما به يتحقق لا مركزية الأيام في ثوبها الجديد. أمرح لو بيكون ما قدرت نهني يوم تلمون سي مانيفيك تلمون هزونا العالم اخر لين عبد خرج وهو مازال في الجو هذاك الموسيقى العصريه اللي ما اقلمت مع التراث نتاعنا. يعطي الصحه دالي كمون ورشيد قوبا زيده واستاذنا الكبير نبيل عبد المولى، يعطيهم الصحه الناس كل الموسيقيين الكل. عرض ممتاز وعرض يفرح وعرض نفتخر ببلادي والعازفين نتاعهم والفنانين نتاعهم، تبارك الله عنا جيل ناشط وجيل ممتاز جدا. اكستراوردينير والله العظيم، عملت كيف اول مره نقعد العرض من الاول للاخر، وانا نحب النوعيه نتاع الموسيقى هذه تعجبني ياسر. البذره اللي توضعت قبل بدات تثمر وهي تجربه ما نحكمش عليها، لكن تدل على انه الموسيقى في تونس تطورت عزفا وأداء وكذلك من حيث التصور. أنا تموجت شوية في العرض، معناها حسيت فما بلايس مشينا للتونسي بالحق وفما بلايس غاب التونسي جملة، معناها هذا اللي حسيته. فما مجهود أكيد يحترم، عمل يشرف، عمل يعرف بالفن والثقافة التونسية ونقولوا اللي احنا في مستوى عالمي. والله عملت كيف، برافو. يعني المجموعة ككل اكيد شيف دوركاس ومجموعة ككل تنفيذ موسيقي، انا خفت من لو تمشيش في جو الغربي 100%، لكن بعد نلقى الروح التونسية وطبوع التونسية والقاعة التونسية اللي قادرة باش تخرج خارج تونس في نوعيتها الموسيقى هذه. برافو يعطيهم صح، انا عملت كيف، هذا سبيكتاكل عالمي. عرض ممتاز وممتع ومزج بين الموسيقى الشعبيه والموسيقى الاوركستراليه. ان نحيي سي رشيد قوبعة ونحيي زاد كيف سي دالي كمون، والحمد لله تونس قاعده تمشي ان شاء الله للتسويق العالمي، ان شاء الله ننجحوا ان شاء الله. يعطيهم الصحه للمجموعه الموسيقيه الكل بقياده محمد علي كمون، يعطي الصحه لبحث في التراث الموسيقي نتاعنا في مختلف المناطق الجمهوريه، لانه بالحق تونس ثريه بالانتاج الجميل وبالاغاني التراثيه الجميله جدا اللي تستحق باش تكون تتعرض في مناسبه كبيره كيف من هكايا في لوفيرتور. يعطيهم الصحه في الاختيار وبرافو، ان شاء الله نتمنى له معناها مزيد النجاحات محمد علي كمون وبرافو. انا فرحانه مستوى راقي جدا، وانا كقيدوم في الفن وخبره وسنين الله في الفن، العمل نتاع الليله ما صارش لا قبل وما نظنش كان باش يصير عمل في المستوى هذا. Oh, you.
العرض اكسترا اوردينير معناتها مانيفيك فريمون سي حاجه جديده في تونس معناتها تونسي لا با لابيتود باش يشوف حاجات كيف هناك عندنا موسيقى راقيه اللهم صل على النبي ومازلنا نمشيو لقدام ومازلنا نطوروا اكثر وتوا عندنا ما نقولوا في الموسيقى العالميه مع الموسيقى العالميه حاجه مانيفيك حاجه مزيانه برشا ارانجمون يفتق حاجه روعه يعطيهم الصحه لسيده الكبار سيده بالحق كبار ونشكرهم على خاطر بالحق في الوقت هذا لازمنا نحن نسمعوا حاجات كيما هكايا اكسبيريونس تحفونا برشا مع دالي معناها هو بروفي واستاذي معناها هو صديقي زادة فهمت كهو عملنا اكسبيريونس محلاها الحمد لله يا ربي كنا موفقين وفقنا ربي وعملنا عرض عجب الناس والاكثر من هيك كنا احنا يعني فرحانين بالحاجه اللي عملناها وشخنا عليها سي حسين يعني الحمد. انسجام كبير ما بين الايقاعات القديمه نتاعنا فما نقطه مهمه في العرض هو ثم برشا فرديات ما ثمش انتراكسيون ما ثمش تمفصل مع الفرقه العرض فيه فيوزيون مزيانه برشا بين نظره جديده للموسيقى وبين اجواءنا التونسيه التقليديه المشروع هذا نتبع فيه عنده مده محمد علي كمون يخدم فيه وهذه بدايه نتاع 24 عطر مش يدور الولايات الكل دونك هاك شفتوا اليوم الجنوب خاصه جهه الجريد وتوزر وشويه تطاوين هي موسيقى حلوه معموله كاين الموسيقى البدوية ماشي حضارية مركب على توزيعات جدد موسيقى قوية الحمد لله معناتها الموسيقيين مع الموسيقيين ومع الفنانين اللي شاركوا حسينا فما طاقة إيجابية سيغسان وقلت احنا قبل ما نطلع قلت لهم أهم حاجة نعملوا احنا جو ونحسوا الحكاية كما حسينا في البرايف وتعب الحمد لله تعب شقاء الانسان وتعب وبحث وعمل اجتهد وحسيت اليوم اللي فما عباد تفاعلت معنا وهذيك هذيك الواحد احسن حاجه جميل يربحها معناتها من الموسيقى هو حب الناس للفن اللي حاول يقدمه كانت نتيجه القافله الفنيه الموسيقيه اللي محمد علي كمون كل مره يمشي يعمل يعني ريشيرش في بلاصه معينه في تونس ويجلب معناها منها احسن ما فما من الاغاني والطاقات الموسيقيه حقيقه فما عمل فما جديه فما جماليه فما عمل جماعي يعني تلاحظ البعد نتاعه والانسجام وخاصه يعني في تحديث الموسيقى مع كل ما هو تقليدي وشعبي يعني اللي هو من صميم الذاكره ولكن مع كتابه هي حديثه الحاجة اللي عجبتني كون عمل مودرنيزاسيون تاع الموسيقى متاعنا التقليدية والتراث واكتشف خاصة موسيقى الجنوب اللي ما نشوفوهاش ديما في التلفزة التونسية حاجة ممتعة جدا أي مطرب في الكون يتمنى يخدم مع فرقة كما هذه أنا تسمى لي فرصة تقعد لي تاريخ فنان شعبي يخدم مع موسيقى سيمفونية عالمية ناس تعزف مع في بريطانيا وفي فرنسا وناس تعزف في أوروبا وفي أمريكا تجربة ثرية برشا تجربة مليئة بالألوان موسيقتنا صعبة برشا وكي واحد ينجح في ترويضها تطلع حاجة حلوة برشا مدرسة جديدة فيها معناها موسيقيين اللي هم خرجوا لبرا ولا عاشوا في تونس لكن متأثرين بثقافات أخرى ثم مزيج جديد في مجالات متعدده وانماط موسيقيه مختلفه ثم شكون عمل الروك ثم شكون عمل الجاز كما توا نحاول نوريه وجهه واحده اخرى بتاع التراث تاعنا التونسي اللي نجم يخرج ونجم يخرج لبرا ونجم يتقدم معناها في حله اكثر عصريه واكثر معناها مواكبه العصر بتاعنا توا كيف سوف الفتح علي ومثيله يتعرضوا لضرب ثقيل وجلقه ويتدرموا تحلب جمال عزيلة يشوف أول العسكر نهار الملقة مولاي تخذي الحاجة مولاي تخذي الحاجة يجي النظر ويهب الفلك وحراجة